قدم مجلس مكافحة الجريمة بمقترح يهدف إلى خفض نسبة الجريمة في مراكز اللجوء في السويد، ويتضمن تقليل عدد الأشخاص الذين يقيمون معا في غرفة واحدة في المساكن التابعة لدائرة الهجرة خلال فترة الانتظار التي تلي التقدم بطلب اللجوء، وذلك تجنبا لحدوث الاحتكاكات والإشكالات بين اللاجئين والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث الجرائم. قدمت الحكومة اقتراحا يقضي بتمديد الدعم للشركات التي خسرت 50% على الأقل من مبيعاتها خلال وباء كورونا بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لمدة 3 أشهر إضافية، وكذلك تمديد إمكانية تأجيل دفع الضرائب لمدة عام آخر. أصدرت وزارة الخارجية السويدية قرارا بتمديد توصياتها بعدم السفر غير الضروري إلى جميع البلدان خارج منطقة شنغن والمملكة المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، وذلك حتى 31 يناير كانون الثاني 2021. أعربت رئيسة حزب البيئة إيزابيلا لوفين عن تطلعها لانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتفاق باريس للمناخ بعد أن انسحبت منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وتعتقد لوفين أن فوز بايدن هو بمثابة صفقة رائعة للمناخ، فقد وعد بالانضمام إلى الاتفاقية مجددا حال توليه المنصب. حذر المعهد السويدي للأرصاد الجوية من انزلاقات جليدية في المنطقة الممتدة من مقاطعة يمتلاند وصولا إلى أقصى شمال السويد، وذلك بفعل ضغط جوي منخفض قادم من البحر النرويجي سينجم عنه هبوب رياح قوية وتساقط للأمطار ابتداء من اليوم الثلاثاء. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.